السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ واخيرا هيل بليد نزلت بعد انتظار سنوات طويله. انا الصراحه حبيت الجزء الاول، بالنسبه لي كان من مفاجات السنه، والجزء الثاني بيكمل مع رحله سينما مع المزيد من الامراض النفسيه، الصراع النفسي والاصوات اللي في داخل عقل البطله. وعايز اقول لك ان الاصوات هنا مرعبه بغباء، حاجه هتاثر على نفسيتك وهتاثر على اعصابك، وبتحس ان الاصوات دي في داخل عقلك انت وبيكلموك انت. بصراحه لما بقفل اللعبه بحس ان ارتحت نفسيا، لان الاصوات دي مش بتسكت، بيوتروك جامد، بيخلوك مش على بعضك كده، خصوصا لما بتعمل حاجه معينه والاصوات بيقولوا لك يا غبيه يا غبيه. ببقى عايز بص اقوم اكسر السماعه على دماغهم، ببقى عايز اقول لهم يا واد الكلب اسكتوا بقى اتكتموا. فشيء عجيب، ولكن بص بصراحه يعني بدون الاصوات دي فاللعبه هتفقد جزء كبير من متعتها. والهدف من الاصوات اللي بتسمعها ان اللعبه توريك الناس اللي عندهم مرض الذهان بيحسوا بايه، الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه، هلاوس واوهام او وسواس قهري. فالفكره كانت جريئه ومهمه، وان اللعبه تقدم فكره زي دي او تتناول الموضوع ده وتقدمه فكانت حاجه كويسه جدا، لان على حد علمي ان هيل بليد اول لعبه تقدم امراض النفسيه وقدمتها بشكل مختلف. والفيديو ده برعايه محلات جيمز تو ايجيبت لبيع اي شيء يخص الالعاب في مصر وفي الامارات. فتعال نراجع ونقيم لعبه هيل بليد 2، هل كانت قد التوقعات؟ هل قدمت تجربه افضل من الاول؟ خصوصا انها مش لعبه اندي او بانتاج مستقل، ولكن تم تطويرها تحت ميزانيه مايكروسوفت. اللعبه متوفره على البي سي، اكس بوكس سيريز اس واكس، ومتوفره على خدمه الجيم باس، ومترجمه للعربي قوام وحوارات. ولو انت جديد على القناه وحبيت المحتوى اللي بقدمه فظبطنا بلايك اشتراك فعل الجرس، ويلا بينا. في البدايه لعبه سينوا ساجا هيل بليد 2 هي اكتر لعبه متحمس ليها من استوديوهات اكس بوكس. انا منتظر اللعبه دي من فتره طويله جدا، خصوصا لانها خطيه وبتقدم تجربه جيل جديد فعلا، سواء من حيث الرسومات او الجانب التقني، المؤثرات، النيران والعواصف او الاصوات، او حتى من حيث الاخراج والتصوير. لما نقول لعبه جيل جديد ده مش شرط يكون من حيث الرسومات، ولكن مثلا بص على اخراج العوض السينمائيه فكانت رهيبه، بص على الهندسه الصوتيه اللي الخصها بكلمه واحده أسطورية، التمثيل تعبات الوجوه والأنيميشن فشيء خرافي، بل حتى تصميم المعارك، المعارك والقتالات في هيل بليد 2 ما كنتش عايزها تخلص من روعتها، كانت عظيمة بشكل صعب يتوصف، وكانت نقلة ملحوظة عن الجزء الأول. فطريقة التصوير ولما الكاميرا بتتنقل للعدو اللي بعده شيء ملحمي، أو التداخلات المفاجئة اللي بتحصل على الشاشة مش عارف أشرحها لك إزاي، بحيث إنك بتستعد إنك تضرب واحد وفجأة تلاقي حد طلع من العدم أو حاجة غريبة حصلت أثناء القتال. فالتصوير والاخراج كان خرافي، والطريقه اللي الاعداء بيظهروا بيها كانت عظيمه جدا، وفي مواقف كتير بتحصل بتخليك تولع من الحماس، حلوه تولع من الحماس دي، فبتخليك مستمتع جدا في القتالات ومش عايزها تخلص، لدرجه ان انا مرات بتعمد اني اموت عشان اعيد القتال مره ثانيه، لا بل حتى مش بستخدم خاصيه الفوكس عشان الاعداء ما تموتش بسرعه. فاخراج المعارك تحفه بجد يا اخوانا، والموسيقى اللي بتشتغل يا ساتر على الابداع، شغل جامد جدا، شغل قليل ادب، شغل مش متربي. وعارف انك دلوقتي بتقول يا عم ده بيحرق علينا، يا عم ده حاطط لي معارك زعماء من اخر اللعبه، حرام عليك يا عم بتحرق ليه؟ ولكن صدقني لا ابدا، كل اللي انت شايفه ده معارك معلقه عاديه مش من اخر اللعبه، لا خالص. ده كان في لحظات انا كنت قاعد مذهول مبتسم وبس، مستمتع جدا في القتال، وقاعد مستغرب ومستعجب، هو ليه احنا نادرا لما بنشوف انظمه القتالات بالقوه دي والابداع؟ ليه كل رايح يتجي ناحيه السولز لحد ما طقنا؟ طيب ما في مطورين اهو بيبدعوا بيبتكروا، ليه كل رايح يعمل سولز وهو اساسا موجود منه كتير؟ فشيء يزعل بجد. فلا يا جدعان القتال اسطوري ورهيب، وطبعا ما ينفعش ما تكلمش عن وزنيه الضربات وتقولها، فلما بتصد ضربات الاعداء بتحس بتقل الضربه، بتتاثر بصد الضربه بفيزيائيتها، الضرب السيف ووزنيته والتاثير اللي بيطلع، صوت احتكاك السيوف ببعضها، تفادي الضربات، تاثرك بالضربات، تعبات وجسين واثناء القتالات كانت مرعبه، تفنيش الاعداء والانيميشن اللي بيشتغل كان خرافي ودموي جدا، كان سفاح. تفاعل الذكاء الاصطناعي مع ضرباتك يدرس، عارف يعني يدرس؟ يعني حاجه نادرا او مستحيل تشوفها دلوقتي، فبيتفادى ضرباتك بشكل ممتاز وغريب، تحس انك بتلاعب او بتقاتل لاعب حقيقي، فبيتحرك وبيتفاعل بالمعارك بشكل جاحد وجامد، بيهاجمك بكل قوه وفي انيميشن محترم لضربات الاعداء، فكل التفاصيل دي بتخليك حابب القتال، مستمتع بكل لحظه. القتال كان غير متوقع، مش عارف ايه اللي هيحصل بعد ما تقتل العدو، دايما هتتفاجئ، وتحركات الكاميرا وتفاعلها جميل جدا، بصراحه يخرب بيت الابداع والجمدان. بص اختلف مع اللعبه دي زي ما انت عايز، قول انها سينمائيه، قول انها قصيره، قول انها محاكاه ماشي، قول اي حاجه، بس لما نيجي على نقطه القتال فمع احترامي ليك بس ما اسمعش صوتك، مع احترامي لموسوعه كيسبيديا او لمنظمه الهد العالميه، لكن ما اسمعش اي كلمه وحشه عن اسلوب القتال، لان فعلا افضل حاجه في اللعبه دي كانت المعارك، كانت معموله بفن وابداع، كل معركه هتخوضها هتديك شعور مختلف،
برضو الاعداء بتتنوع بشكل ممتاز جدا، فالقتال عباره عن فخامه فخامه وبس. وفعليا ممكن اخمن واقول لك ان سبب تاخير اللعبه كل الفتره دي عشان يطلعوا المعارك بافضل شكل ممكن. فميزانيه مايكروسوفت واضحه في اللعبه لان كل التفاصيل دي ما كانتش موجوده في الجزء الاول. وفعلا في تطورات ملحوظه زي تنوع البيئات، شخصيات اكتر وحوارات افضل، تنوع اكبر في تصميم المراحل والافكار، والتركيز على الوحشيه السرياليه العنف والدمويه. هتقابل اكلين لحوم بشر، هتقابل عمالقه، ففي شغل محترم. تصميم العمالقه ما اقولك شيء مرعب، التفاصيل الرسوميه عباره عن ابداع، شيء متقن. فالتاني بالنسبه لي كان افضل. وبرده صحيح عايز اقول لك عشان دي حاجه مصيريه، دول كمان قللوا الالغاز اللي عباره عن احرف ولازم تركب الحرف على كان معين. هي للاسف ما زالت موجوده بس بقت اسهل وعددها اقل، يعني تقريبا طوال اللعبه كانت حوالي 4 مرات. يا جدع ده في الجزء الاول دي كانت كتيره جدا، دي ضيعت نظر يا جدع، فكويس انهم قللوها، كانت زفت الزفت وازفت من الزفت. وبرضه ضافوا الغاز من نوع تاني بس ما كانتش صعبه، بس حلها كان ممتع الصراحه. يعني يا عم احمد معقول لعبه زي دي ما يكونش فيها عيوب او سلبيات؟ يا عم حرام عليك يا عم. لا بص، ممكن اعتراضي هو قله معارك الزعماء. في الجزء الاول كان في عدد محترم من الزعماء زي زيب فنرير مثلا او زعيم النار، كان في عدد حلو مقابل ساعات اللعب. لكن مع الاسف في الجزء الثاني معارك الزعماء كانت قليله، هم زعيمين بس اللي ممكن اقول لك انهم زعماء فعليين. هم حاولوا يحطوا بعض الاعداء الضخمه نسبيا على شكل زعيم، بس ارجوك ما تضحكش علينا لان ده مش زعيم، ده مجرد عدو جحش كبير عامل نفسه زعيم. فانا فعليا ما اعرفش يعني انت عندك جوهر قوي زي ده ازاي ما تستغلوش وتقدم زعماء اكتر. يا جدع ده الاول كان اقصر وما كانش بقوه التاني، بس كان فيه زعماء اكتر، فتروح في التاني اللي فيه اساس اقوى بمئات المرات وميزانيه اكبر فتكسل وترمي لي زعيمين وتقول لي مشي حالك بيهم، فشيء مش حلو محبط بجد. طبعا ممكن واحد يقول لي طب العمالقه ما يعتبروش زعماء؟ بص لا مش عايز احرق عليك، لكن لا ما يعتبروش زعماء. فدي كانت الحاجه الوحيده ما حبيتهاش وهي قله الزعماء، لكن الصراحه لما بتحارب الزعيمين دول كلام تاني بجد، فالمعركه كانت اسطوريه ملحميه خياليه، شيء نادر لما تشوفه في اللعبه. طبعا انا عارف ان بعض الناس هيقولوا ان السينمائيه كتيره جدا وده كلام صحيح على فكره، بل حتى في مرات اللعبه بتبقى عباره عن محاكاه ماشين، بحيث انك بتمشي وبس وبتسمع حوارات المرافقين اللي معاك، او بتحل شويه الغاز بتسمع اصوات في داخل عقل سينوا او بنات افكار سينوا اللي بيغلسوا عليها وبيتريقوا او حتى بينبهوها وبيشجعوها. لكن بصراحه ما حسيتش ان ده شيء ممل او سيء، لان اللعبه بتعرف امتى تخليك تنام وامتى تولع حماسك، بحيث مثلا لما بتحل الغاز ممكن تبدا تنام على نفسك او تمل، لكن فجاه تلاقي اللعبه بتقول لك فوق يا اسطى، فبتلاقي نفسك دخلت على معركه ملحميه انت ما كنتش محضر لها اساسا ولا مجهز لها. فزي ما قلت لك اللعبه بتعرف امتى تخليك هادي وامتى تفكر حماسك. لكن برضه عشان اكون صريح معاك، ايوه انا شايف ان السينمائيه كانت كتيره بزياده، يعني في فيديوهات ما كانش ليها لازمه، فكان في عروض سينمائيه قويه وفي عروض عباره عن لت وعجن، فانت لو من النوع اللي بيزهق من سينمائيه كتيره فانت هتزهق جامد. وبرضه ممكن واحد يطلع لي ويقول لي اللعبه اخدت عليها 5 سنين في التطوير وفي النهايه تقدم 10 ساعات لعب. بص اكيد اتفق معاك اللعبه اتاخرت، بس انت كلاعب يهمك تاخد لعبه رشت او تاخد لعبه ينجزوا بيها بسرعه ويكروتوها وينتج اخطاء تقنيه. وطبعا ساعتها هتقول لي طب ليه نزلتوها دلوقتي؟ ما كنتوا تستندوا احسن. فارضاء اللاعبين صعب جدا، فلو اتاخروا هيقول لك اتاخروا جدا، ولو انجزوا واشتغلوا بسرعه وطلع اخطاء هيقول لك لسه عجلتوا في نزول اللعبه، ايه وراكم ايه؟ خدوا وقتكم وبعدين نزلوها. فشيء مضحك الصراحه. وانا عن نفسي افضل اللي محتوى على الكم، هو صحيح اللعبه قصيره بس ده عمره ما كان عيب او شيء سلبي، لان ممكن الطول الزايد يقلب بملل وتكرار. لذلك انا شايف ان المحتوى كان مناسب على عدد ساعات اللعب، ولو كان زادت عن كده فممكن تبقى ممله، لكن مفيش شك انك تستمتع بمناظر طبيعيه، الالوان كانت جميله، تصميم الشخصيات ممتاز، توزيع الاضاءه وتتبعها فشغل فخيم. انا تجربتي كانت على البي سي الاداء ممتاز جدا، وده الصراحه شيء نادر دلوقتي، خصوصا انها مبنيه على انريل 5 وده معروف عنه بيدمر الاداء، لكن فعليا اداء ممتاز وثابت طوال الوقت، لا في ستاتر ولا في فريم دروب وشغاله زي الحلاوه. انا ختمت اللعبه في 10 ساعات، اللعبه مش صعبه بس بسبب روعه القتالات فكنت بعيدها كذا مرة، بس ممكن تاخد معاك مدة اقل مثلا 8 ساعات. ففي العموم التجربة كانت خرافية. لكن بالنسبة للترجمة هي كويسة جدا في معظم الاوقات، ما عدا طبعا المشكلة الاعتيادية في معظم الترجمات وهي ترجمة بعض الكلمات بشكل حرفي، بحيث بعض الكلمات بيبقى ليها مقصد او معنى مختلف، لكنها مترجمة كلمة بكلمة فبتدي معنى غير المعنى المقصود، وده تعريف مصطلح من الترجمة بشكل حرفي، ده لو ما كنتش فاهمه يعني. في النهاية لو انت زهقت من العوالم المفتوحة الضخمة، زهقت من عناصر ار بي جي اللي بقت محشورة في كل لعبة، زهقت من العاب السولز وعايز تجربة قصيرة خطية بدون تعيد بدون استكشاف، عايز حاجة تقدم لك تجربة ممتعة ومعارك اسطورية، فهيبليت 2 بتقدم تجربة ملحمية برسومات خارقة، وهي من الالعاب القليلة اللي ورتنا معنى الجيل الجديد، ورتنا امكانيات وقدرات اجهزة الجيل الحالي، ورتنا امكانيات انريل 5. انا عن نفسي كواحد بدأ يزهق من بعض عوالم الكبيرة، بدأ يزهق من العاب السولز او وصلت لمرحلة التشبع منها، فانا شايف ان هيبليت 2 بعد كل البعد عن افكار اعتيادية وقدمت شيء مختلف، شيء الصناعة محتاجاه فعلا،
خصوصا دلوقتي في نظام القتال الاسطوري ومحترم، شيء مش عادي، شيء مش طبيعي. تفاعل عداء مع اللاعب، سلاسة القتال بوزنيته، الاخراج والتصوير وتفاعل الكاميرا مع اللاعب، فشيء جامد بجد. والتمثيل ممتاز جدا، حركة العيون مرعبة، تعبيرات الوجه واداء سينوا كان خرافي. واللعب نجحت انها تنقل معاناه سينوا ووريتنا معاناه المرضى، والقصه ممتازه جدا وافضل من الاول وفيها معاني وقيم حلوه جدا. والمستغرب بجد يا جماعه اللعبه بكل الانظمه المعقده دي والبرمجه والانيميشن والحاجات الصايعه كلها، ولكن ما قابلتش اي اخطاء تقنيه طوال لعبي، وده نادر جدا جدا حدوثه. مشكلتي بس مع اللعبه الافراط في القديم عروض سينمائيه، وكان ممكن بدل العروض دي يزود من مده الجيم بلاي بالاضافه لقله معارك الزعماء. لكن لو انت من النوع اللي مش بيحب السينمائيه، فانا رايي انك تحاول تديها فرصه، لان فعلا القتالات هتنسيك كل حاجه، وبجد حرام يعني تضيع منك تجربه اسطوريه زي دي، فتعال نفسك واستحمل. لكن بصراحه انا زعلان على تسويق اللعبه لانه ظالمها جامد. للاسف مايكروسوفت تصرف مليارات على الاستحواذات وملايين على عقود الجيم باس للطرف الثالث، والعابهم من هي ملكهم مش عايزين يسوقوا ليها صح، فشيء مؤسف. وعلى فكره هيل بليد 2 هتروح ضحيه التسويق. عموما هنا وين تجربوا اللعبه، وطبعا احب اسمع رايكم لما تجربوها. تقدروا تطلبوا اللعبة او اشتراكات جيم باس من خلال راعي القناة محلات جيمز تو ايجيبت، هسيب التفاصيل تحت الفيديو. بشكركم على المشاهدة، وعجبك المحتوى فاعمل اي مصلحة، لايك، اشتراك، فعل الجرس. كان معكم وحميد، واشوفكم في فيديو جديد.